اعمل ايه؟ انت قصدك تقولي لي زي ما كتير من الناس بيقولوا ده سؤال ان عام. الاقربون اولى بالمعروف. برافو يعني عليكي. برافو عليا. ايه ما هو ده افرض اللي بيعمل فيا كده عايش معايا في البيت. ده سؤال هايل قوي. الاقربون اولى بالمعروف، الايه دي وردت فين؟ والله يا دكتور ما انا فاكر. طب الحديث ده صحيح ولا غير صحيح؟ والنعمه ما انا فاكر. اصلا الاقربون اولى بالمعروف لا هي ايه ولا هي حديث، ده كلام الناس قالته علشان تبرر اللي هي بتقع فيه من مشاكل مع الاقربين. طيب ارجوك ركزي معايا كويس قوي في اللي انا هقوله لك ده. هل الاقربون منك نسبا ولا الاقربون منك سندا؟ سندا اعتقد، يعني اعتقد. طب هنقول اعتقادك دلوقتي. الأقربون لو كانوا نسبا ولكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب تعالي نشوف الأقربون لسيدنا النبي عملوا معاه إيه نسبا. أذوه وكذبوه وطردوه وحاربوه وحاولوا يقتلوه. دول مين؟ الأقربون نسبا. وما يحدث للأنبياء ليس في شخصهم ولكن تشريعا لمن يتبعهم. طيب الأقربون سندا، ناس لا يعرفوه ولا شافوه قبل كده، أذروا وسندوا وقفوا جنبه واتبعوه وصدقوه وحاربوا أهله علشانه. تمام. يبقى الأقربون بيبقوا أقربون نسبا ولا أقربون سندا؟ هل الأقرب منك هو الأقرب منك وفقا للبطاقة ولا الأقرب منك أقرب منك وفقا للشدة والسند والدعم والظهر والمؤازرة؟ انا كده مين بدي السند يا فندم، يعني زي ما قلت لحضرتك. بس انا عايز افهم حاجه دلوقتي، انا كده بتيح الفرصه برضو ان الناس كده تحكم على بعضها بقى في نفس الاسره وفي نفس البيت وفي نفس العيله. طبعا، والمفروض يحكموا على بعض في نفس البيت ونفس العيله، ما هو ده حصل لسيدنا النبي يا فندم. طيب انا دلوقتي لما يحصل كده هيحصل خناقات طول الوقت في البيت، يعني ناس كتير بتسال. طيب ده حاجه انا دلوقتي عندي اخت، عندي اخ، عندي اب، عندي يعني اي زوج، اي حد بيضايقني، فاضطر طول الوقت اقول له لا ده انت بتفشلني يا بعد عني. حلو الكلام. ربنا حسم هذا الامر في علاقتك بالاقربين، واولي الارحام بعضهم اولى ببعض، نهايه سوره الانفال. يعني ايه بعضهم اولى ببعض؟ يعني الافضل انك تكون كويس معاهم حتى لو كانوا هم مش كويسين معاك. طب يا دكتور ده حصل في بعض الاوقات ان انا تعرضت لايذاء من ناس قريبين مني، من اهلي، من ولادي، من جوزي. اعمل ايه بقى؟ طب ما هو ربنا قال لك برضه ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. مش قال لك كده؟ مش العدو ده بيأذيك؟ مش بيضرك؟ طب ازاي واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله؟ في النفقات. يعني ايه؟ بصي اصل المساله دي انا عارف انه كلام صادم، بس انا عايز الناس يعني تهضمه كده بالراحه، ودايما اي حاجه فيها وعي جديد الناس بتصدم فيها. تمام. احنا ما بنقولش ان الناس تهاجم اهاليها، ولكن بنقول للناس لا تتحمل اكثر مما يعنيها. تمام. عندك سؤال في اللي انا قلته؟ عندك سؤال؟ مصدومه طبعا. حقيقه مصدومه، وفي ناس كتير على فكره بعت وقال مصدومه، يعني كان في ناس. احنا هنقرا كل حاجه وهنسال. انا عندي سؤال تاني خاص بموضوع ان الناس اللي حواليا دايما بتضر لي طاقه سلبيه، فعايزه اتخلص منها بس هاجله شويه عشان طيب نلحق نرد على الناس. مساله تقول الارحام بعضهم اولى ببعض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين. خدي بالك ان كل اللي ربنا ذكره في مسألة الأقارب ذكروا في النفقات. أحد أساتذتي لما سألته إيه الحكمة في ده؟ إذا حضر أحدكم الموت، نص الآية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين. طب إيه الفكرة في موضوع النفقات ده؟ لو أنا دلوقتي موجود وعدى واحد ركب عربية أحدث موديل أنا معرفهاش، أو معرفش عفوا صاحب العربية، هقول ايه؟ رد الفعل الطبيعي. وانت قاعده في اي مكان وعدت عربيه موجود منها اتنين ثلاثة في مصر، العربية حلوة. يا هايلة ان شاء الله نركبها ونركبها في الجنة وكده. طيب في الجنة نزل الازاز ولقيتيه قريبك
اللي انت كنت بتلعبي معاه استغمايه اول امبارح سلم عليه. لا مش هتسلمي عليه. ليه؟ اول رياكشن يا ابن اللذينه. ليه؟ جبتها منين دي؟ ركبتها ازاي دي؟ ده رد الفعل الطبيعي. اذا العربيه كانت حاجه هايله وجميله لما كان راكبها واحد انت ما تعرفيهوش. طب وليه لما ركبها واحد اعرفه؟ عشان قريبك، عشان قريب منك. فانا هنا لا شعوريا بحط نفسي في منافسه معاه. اوكي. لا شعوريا، عقل الباطن بيحطني في منافسه معاه. انت اقتلوا يوسف، ايه اللي يحصل؟ اقتلوا يوسف يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سيدنا يوسف كان ليه 11 اخ. بس تفيد بايه اللمه طول ما النفوس مش صافيه؟ صح. طيب طيب، مساله النفقات هنا ربنا حطها ليه؟ كعلاج للازمه. لذلك سيدنا النبي يقول في الحديث ان الصدقه للاقارب صدقه وصله. تمام. والصدقه لغير الاقارب صدقه وحسب. طيب. فانت كانك بتطفئي بعض النيران عند بعض الناس القريبين منك عن طريق الصدقه اللي هي من ايه؟ من النفقات. قل ما انفقتم من خير. تمام. للوالدين والاقارب. طيب هأجل السؤال الخاص بالطاقة لأن احنا كده يعني اتكلمنا في النقطتين يعني المهمين في الموضوع، بس السؤال الخاص بالتخلص من الطاقة السلبية اللي بيصدرها لي الناس اللي حواليا عشان ده مهم قوي بالنسبة لي. ممتاز. هأجله بس ناخد بس